هلا والله، وياكم مصطفى كامكازي، واهلا بكم في فيديو اليوم. طبعا اليوم عندنا رياكشن على السينما المصري بين مروان موسى وارسنك. ارسنك هذا الشخص الخرافي اللي كل تراك الناس تسمعه تنعجب بيه ويصير ترند، فخلينا نسمعهم. فقبل ما نبدي، لان لايك واشتراك وشير ونبعث جديد، خلي سبسكرايب بالقناة وفعل جرس التنبيهات، ويلا خلينا نبدي. طبعا شباب، هذا تراك مروان موسى مع ارسنك اسمه روك ستار، فالاسم كلش شدني صراحه، ومتحمس كلش اسمع التراك. فخلينا نحط لايك، وخلونا لايك واشتراك وشير، يا خلينا نبدا. طبعا يمكن هذا اللي يسوي مروان موسى، اللي هو عباره عن البوم جديد، لان دي نفس الصوره نفس الثامنال. دونا بس شوية مساحة، كفاية سحلات في الساحة، كفاية سحلات في الساحة، بس ليلة بعد نعيش في أجواء مرتاحة. فكك من كل اللي فات، ده كان بروف. هذا أعتقد أرسنك هنا دخل. خلينا نبدي يبدا الشوب جدا. ما بشوق ما بديش لهاوي شابو ياض، ما اسمعش صوتك اصلك امي صاحبك بلوفر، مش قصدي موضه، قصدي ان السوق ده نفس البرودكت سيجنال وكلوز اب. سيبنا من ده واعدل الفوكس، الغلطه بفوره كينج اللعبه ولعبي موت ومقفل يا اسطى بسكور. ترفض على السكه والشورت كاتس والجايه جلوبال سيجما، وعندي لسته بكذا لافر زي كذا نو. دخلت الالماني على الجون زي كلوز او كلوز، الكوره في الزون وزي ما السينك قال الغلطه بفوره، الواد فعلا معسل موت فايت شد جوزه. الانترو صراحة كبداية بين أرسنك ومروان، دخلاتهم كانت كلش حلوة ومتناسقة، حسها مو مثل التراك اللي راح. يعني مروان موسى حسيته يعني شوية كان أسلوبه غريب، فهاي شوية عجبني أكثر. نكمل وخلينا نطلع عينه. لو معتبرني شوكة هتلاقيني وقفت في زورك، لو معتبرني شوكة هتلاقيني وقفت في زورك. هي بتحب الكوكا من غير الكولا، سلم واستلم اديها بوسة تديني بلوزة، كنت سلم واستلم اديها بوسة تديني بلوزة، مستني دورك قلبت الشمندورة يا اسطى، انتم فايكين الصورة فمسميكوا شي. ما تقوليش سين انا الروك ستار، تي اي 5 ستار الباقي سكر، جاي اقلب كل الموازين اديني الفرصة، اديني فرصة ياخدها غصب انا قرصان. اديني فرصة اخذها غصبا. شنو الموازين؟ اديني الفرصة، اديني فرصة ياخذها غصبا انا القرصان. انا قرصان كيزا ابوي مجيها اجرام على المزيكا، ارفع صباعي لتيمك انا لو جاي في جريمة، ارفع صباعي لتيمك انا لو جاي في جريمة، على الاسفلت رجالة في التخشيبة، لو هتجيلي سكة في حكاية زميلي هتخش مش هتجيبك. هنا بدا يسرع. خش يا اسطى في دوامة، العيال دي يا اسطى تعبانة وعاملة فيها عاملة فيها فهمانة، ما بنتعلمش مجانا، وانا بتحط لي في مقارنات. ايه اسم مقارنات؟ انت بزيح بعياط، مش ليه شاب يتجرأ لما نسيت كلمة اخسر، لما نسيت كلمة عداء كنت في الدوسيت واخد التان، بيقولوا العيشة امتحان فانا قفلت قفلت العداء. انا دي الكاشات انا دي الكليبات، فانا والشباب اللي في بلاد بطلت ارد على الديسات، عشان ما بقاش ليا في جلد الراب، ومش هنفتح مجالات، احنا بنظهر في المجلات وفي الافلام، واللي يقول غير كده يا زميلي يبقى كذاب. واللي يقول غير كده يبقى كذاب. طبعا شباب، هسه شفنا الفلو كان خرافي، الليركس نار، الميكس اللي دي يصير بين مروان موسى، اعتقد هذا اول مره مروان موسى وارسنك. فاللي يعرف معلومه خلي يكتب لي بالتعليقات. انا ارسنك هوايه انعجبت بالراب مالته، خصوصا الفتره الاخيره لما بعد سايفر ارابيا قام يسوي هواية تعاونات ويا رابرز، عجبني. بدل الوان خدنا مية بكل أنانية، بسألش عن نية مش ليه، ولو مش معانا فمع السلامة، السلام كان زمان السنة دي ترسل. لما جيش أنا بينكو فكان هيا نصيب بينجو، سيبك يا بلا سين بلا ريمبو، كلها مخاريق وبت. لازم نرجع كلمة نعيد لازم. لا قبل
قفلنا على السلم الموسيقي من انتاجي وقف بدل الوان خدنا مية كل انانية بسألش عنية مش ليا ولو مش معانا فمع السلامة السلام كان زمان السنة دي ترسل. هذا الاسلوب الصراحة ما احبه، هذا الاسلوب بالراب ما احبه كلش، يعني احس يموت الاغنية. لما جيش انا بينكو بلا سين بلا رينبو كلها مخاريق وبتش قبل شوي ما كنت مركز على الكلمات فهسه ركزت. كمل بينكو فكن هيا نصيب فكرين هيا نصيب بينكو سيبك يا بلا سين بلا رينبو كلها مخاريق وبتش ربي لك على البيت كانجو انا البابا اللي هين اللي بيجلو اللي يلعب يدك بالفريجلو بعته مع التعبيب مش هتنجو لسه هجالكم لسه هجالكم ما انا سجل اهركم كل اللي في جيلي خلصت عليهم فقررت اجالهم في جيلكم زيهم العيد بيتسلخوا وزي البيضات بيتسلقوا انا زي العيد يوم العيد بيتسلخوا وزي البيضات بيتسلقوا انا فاكر انا مديركم لازم تجيبوا في سيرته بس هو ده ما تقوليش سين انا الروك ستار انا جي تي اي 5 ستار الباقي سكر جاي يقلب كل الموازين اديني الفرصه اديني فرصه ياخدها غصب انا كورسون ايه هذا طبعا هذا الكورس كلش عاجبني ومثل ما شفت انا حفظته كلش بسهوله كلش حلوه التعاون حتى بالكورس جميل جميل خلصت لهنا أنا. طبعا شباب أنا كنت أتمنى أنه هذا التراك يعني يكون فد بفيديو كليب ونشوفهم يعني بالحقيقة ونشوف اللي الكيمستري بيناتهم، وهو مبين الصراحة أنه هم متفاهمين وهذا طلع أنه هذا الإبداع الحلو. أرسنك أنا كلش قلت لكم أنا معجب بأدائه وبأسلوبه، وكذلك يعني مروان موسى إنسان يعني ناجح وأغانية خرافية. طبعا شباب أريد أسولف وياكم على هسه الأغنية الكورس حلو الليركس حلوة، بس دا أشوف هاي حتة التبطيء لما يبطئ بالأغنية ليش ما أعرف هاي اللي هنا أنا أعتقد بدل الوان خدنا هاي ما حبيته بكل أنانية بسألش عن نية مش ليه ولو مش معانا فمع السلامة السلام كان زمان السنة دي ترسل لما جيش أنا هذا ما عجبني هنا أنا. هاي النقطة الوحيدة اللي ما عجبتني، بس هو كتراك خرافي حلو. طبعا شفتوا التفاعل عليه بأول ساعتين الناس حبته والتعليقات اللي مكتوبة كلش حلوة. فشباب أتمنى تحطون رأيكم وتكتبوا لي آرائكم بالتعليقات، وأهم شيء يعني اللي عنده نقد لي بخير خليه يكتبه بالتعليقات وأنا أقرأ كل تعليقاتكم. كتبوا لنا أفكار فيديوهات جديدة بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو خلينا لايك واشتراك وشير، ومع السلامة وفي أمان الله. Peace out.